يا جماعه خلاص الناس اللي يلا يا استاذ له مشروع عمل المبحث المصري في تطوير رقابه الذهب للملك معلوم وموقف معنا في مصر بالاضافه الى فريق المرممين المصري وكان معهم السيد عمر بن العمل يقوم بعمل دراسه متكامله للبناء على فكره تكون مقررات المكان لان قناع تتكامل لم يحظى بدراسه كامله كما حظي بها عمل فحص الشعب مقطعيا وتم عمل زي او تخطيطا تقدر تعيش عشان يتحط فيها القناع اثناء عمليه الفك والتركيب كحجره او كسرير عمليات حجره عمليات وتم تمييز 455 للدور الاول في المكتب لكي يكون معمل للمكتب والحمد لله الاعمال بتنتهي اليوم تم فك الهيكل بطريقه ميكانيكيه بسيطه لكن آمنة جدا في إزالة المادة الأسفل وكان بالنسبة لنا ظهر مفاجئتين بعد فك اليد وده بيقول لي حسن الحظ في أعمال الأسفل كانت أول مفاجأة مفاجئة من اللحية هو أنبوب آخر من الذهب هو اللي بيتلبس الأول في الذهب وبعدين اللحية تاني أنتم شايفينهم قدامكم دول، إحنا ما كناش نعرف إن هما الاتنين بيتلبسوا في بعض. حاجة يعني معرفة عن نعم. الحاجة الثانية اللي اكتشفناها إن اللحام اللي كانت في الأربعينات تستخدم مادتين. المادة الأولانية اللي هي الشمع وكانت المادة الثانية تسيير اللحام. مادة بدائية. بس دي اللي أنتم شايفينه عشان كده قالوا اللون السهم نازل عليه. ده كان مستخدم ولكن من الداخل عشان ما يبانش. طبعا ما كانش ينفع يتزال والا هيصيب الوجود نفسه وخاصه ان هو ده ضرر منه وانه بالداخل. اصبح حاجه قديمه جزء من الاصل. وبعد كده تم الدراسه افرض المواد اللي ممكن تستخدم لانها بالفعل المواد الطبيعيه اللي كان بيستخدمها مصر التانيين هي ايضا افضل الطرق شمع عسل وتم اعداده بشكل طيب وتم زي ما حضراتكم شايفين بيتعمل ازاي وتم تركيب اللحيه بنجاح كبير جدا ودلوقتي مع حضراتكم هتشوفوها الحمد لله افضل كمان من التقييم السابق اللي كان حصل في الاربعينات.